ازاي اقدر اتخطى اللي انا فيه ده؟ هل محتاجة اروح لدكتور نفسي؟ بس برضو ولا وقت ولا فلوس متوفرين معايا دلوقتي، دماغي هتنفجر من التفكير وقلبي كمان من القهر والزعل. جوزي كان اصلا مديري في الشغل، ركزوا بقى في القصة من بدايتها. هو صغير مش كبير، عنده 36 سنة، حبيته جدا وكان من طرف واحد. فضلت ادعي ربنا طول الوقت وفي كل صلاة ان الانسان ده يبقى ليا، سبب حاجات كتيرة قوي، اخلاقه وادبه كل الناس بتحلف بيهم، وكنت شايفاه ان هو ده اللي ينفع يكون اب لاولادي. ربنا يرزقنا جميعا يا رب بالزوج الصالح. ربنا اراد بعد سنة من تغييري لشغلي يكلمني، مع ان كان بقالنا سنة مفيش اي اتصال. نطت من الفرحة وبدأنا رحلة الخطوبة والجواز ثم الحمل، وربنا رزقنا بطفل جميل كل الناس بتعشقه وبتحبه. بعد سنتين جواز بالظبط، ربنا اراد انه يبتلي زوجي بورم في المخ، لا حول ولا قوة الا بالله. احنا لاكبر دكتور في مصر يعمل له عملية، وسبحان الله كانت يوم عيد جوازنا التاني بعد ما حللنا الورم لقيناه حميد الحمد لله. بس الورم كان ليه توابع زي ضعف في الذاكرة وعضلات، وكلنا كنا بنحاول نسنده عشان يحاول يتعافى، وهو في قمة زعله على نفسه وذاكرته اللي مرجعتش زي الاول، واحنا بنحاول نقنعه ان اللي جاي احسن، خصوصا ان شغله هو مخه، انه مهندس برمجة. حالته تدهورت تاني وربنا يريد انه يدخل عمليات تاني من اسبوعين بعد ما الورم رجع اكبر ويتحول من درجة تانية لتالتة، يعني للأسف خبيث. ولسه هنبدأ جلسات إشعاعية، صعبان عليا شكله وتعبه ومقهور عليه، غير ان هو طول الوقت بينسى طبعا كل حاجة على مدار اليوم، يعني تقريبا فقدان ذاكرة نسبي، ما بيتكلمش مع اي حد خالص مش بمزاجه، هو فعلا في حالة توهان ونسيان شديدة، وده نتيجة اللي هو فيه. واحد دخل عمليتين في المخ في 5 شهور، خايفة من كل حاجة، من الحاضر ومن المستقبل، وخايفة عليه قوي وعلى ابني. مش قادرة اتخيل لحظة في حياتي من غيره، هو مش مجرد زوج، اب وصاحب واخ وسند وكل حاجة في الدنيا ليا، بحبه اكتر من ابننا كمان. لكن اصلا ما بحبش حد في الدنيا غيره، بيتهيالي كمان لو كنت اتجوزت حد تاني ما بحبوش كنتش هحب ابني اللي من الحد ده. كمية الحب اللي بيحبهولي خلاني بحب الحياة وبقيت اشوفها بشكل تاني، ساعدني كتير لدرجة انه خلاني عدلت حاجات كتيرة قوي في تصرفاتي واخلاقي وكل حياتي، خلاني باسلوبه بسمع كلامه وانفذه بالحرف احتراما ليه حتى لو مش موافقة عليه، غير لا يمد ايد ولا يزعق، بس بمجرد اسلوب خليني اسمع اي كلام حتى لو مش مقتنع بيه، ده غير ان هو بيحترم الكبير قبل الصغير، معطاء بلا حدود، بيساعد اي حد بكل ما يملك من غير مقابل، بيعمل الخير ويرميه البحر، مش مستني ولا عايز اي حاجة من حد غير الثواب من ربنا وبس. مهما حكيت ومهما كتبت مش هوفي حقه، انت عارفة ان انت يعني مخلياني كده على شفا حفرة من العياط، غصب عني بتخيل السيناريوهات الوحشة، نفسي في اي علامة من ربنا تقول ان اللي احنا فيه دوت مش هيستمر واننا هنكمل حياتنا مع بعض. بكره قوي نظرات استعطاف الناس ليه، عارفة انهم بيدعوله ومش قصدهم، صعبان عليا قوي قد ايه حبيبي بعد ما كان في قمة هبته ووضعه قدام الناس بقى مختلف تماما، مغلوب على امره ومكسور وتعبان والناس مشفقة عليه، كل ده كسرني. انا بحس قلبي كل يوم بيتعصر من الحزن عليه، صلاة وزكاة وصدقات، محدش ساكت، لا انا ولا اهله ولا اهلي، حاسة ان حد ماسك شاكوش وبيكسر ظهري. من الناحية التانية قلبي بيتدبح، انا تعبانة جدا مش متحملة اشوفه كده ولا متحملة اي سيناريو وحش. يا شيخة حرام عليك الله يسامحك. انا صبرة وبقول الحمد لله، يقولولي ان لازم ارضى بس والله غصب عني ما بعيطش قدامه، بس بنتهز فرصة لو لوحدي وبنهار زي ما انا منهارة دلوقتي وانا بحكيلك، وحشتني حياتنا وتفاصيلها، ووحشني قعدتنا انا وهو وابننا ولعبنا، ده غير ان وحشني استقرارنا وسعادتنا اللي كانت موجودة، وحشني احلامنا وخططنا اللي رسمناها وكنا لسه بننفذها خطوة خطوة، كل حاجة وقفت، عاوزاه يرجع احسن من الاول لانه وحشني. وحشني في الصغيرة قبل الكبيرة كنت باخد رأيه فيها، وحشني لو طلبت منه انزل مشوار باوبر يقولي لا انا رحت فين، انا عايش لسه. وحشني سندتي عليه وان مفيش قرار صغير قبل كبير الا وبناخد رأي بعض فيه. دلوقتي حبيبي حاولت اخد رأيه في حاجة عشان خاطري فكري انتي، انا مش قادر اتقطع من الجملة دي، بس عارفة انه غصب عنه ومش سهل عليه يقولها. عشت حياتي قبل جوازي منه لوحدي مع ان حواليا ناس كتير، بعد جوازنا بقى هو كل حياتي وكل الناس ليا، فجأة لقيتني رجعت تاني لوحدي.
مش عايزة اي حاجة، هي بس بعت المسج دي عشان خاطر تطلب من الناس يدعوا لجوزها، يعني ان ربنا يشفيه يا رب ويشيل عنه هو وكل مرضانه يا رب. ليه دايما يدعي يا رب ان يمسني الضر وانت ارحم الراحمين؟ ليه دايما يقول الدعاء اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء انت من علينا بالشفاء العاجل، لا تدع فينا جرحا الا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا أم آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويخليه لك ويطول عمره وما تنحرميش منه أبدا، وعليكي وعلى الدعاء طول الوقت طول الوقت، ما تبطليش دعاء. وأتمنى من السكاكر إن هم يدعوا له من قلبهم يا رب دعوة الغايب مستجابة، يعني إن شاء الله دعواتكم توصل له يا رب ويشيل عنه ويرفع عنه ويشفي كل مريض يا رب.